ونتحول بكم إلى مطار وريبوماديا في هذه الأثناء. تصريح لجمال سجاتي صاحب فضية البطولة العالمية. تألق ثنائي بن خلوف صابر في فئة الذكور اختصاص كاتا إلى بيعوضني اليوم وجبت الميدالية العالمية الفضية من بطولة العالم. إن شاء الله إن شاء الله بطولة يا أخي. ميرسي. شوف باتر فد علام. نعم شوف باتر فد علام كيما الجزائر. والله لنا لينا شرف كبير عندنا نمثلوا الجزائر. 1 2 3 في فالجيري. الجزائر ديما في القلب. جمال لا فينال يعني تعبت نعم فينيش مليح. نعم البطلة الأولمبية كانت في اتصال دائم معايا وإن هي عندها خبرة. نصحتني من وين نصحتني وعرفت كيف نجيري السباق وفي الأمثال خليت الجهد تاعي الأمثال الأخيرة وقدرت نسرق ميدالية من ميداليات اللي عزيزة بزاف للجزائر. شكرا جمال بارك الله فيك.